أهلا بكم وموضوع جديد من مواضيع الثعابين. حنتكلم في الحلقة هذه عن كيفية الإمساك بالثعابين. قلنا في حلقات سابقة إنه في ثعابين سامة وغير سامة. مهم جدا قبل لا نتعامل مع الثعابين نعرف إيش الحاجة اللي بنتعامل معها. هل هي سامة؟ هل هي غير سامة؟ هل هي عاصرة؟ هل هي ثعابين عادية؟ لازم نعرف بالضبط وبالتحديد إيش الثعبان اللي بنتعامل معه، وبعد كده نبدأ نتعامل. طبعاً الثعابين السامة المفروض إنه ما نمسكها بالإيد إلا بطريقة معينة، نحاول نتجنبها، نتعامل معها بأجهزة ومعدات خاصة بالتعامل مع الثعابين. الثعابين غير السامة، يعني الثعبان هذا مثلا من الثعابين غير السامة اللي هو ثعبان المنازل، ثعبان غير سام لكن بيعض وبيأذي وممكن يسبب أضرار. عضته طبعا فيها ألم، ممكن تسبب أضرار زي ما قلت، ممكن يكون في نوع من البكتيريا بتعيش في فمه بتسبب أضرار في مكان العضة أو اللدغة. طبعا عشان نتعامل مع الثعابين لازم نستخدم أدوات خاصة زي الجوانتي هذا بالضبط. هذا بنستخدمه لما نتعامل مع الثعابين إلا بتعض غير السامة. طبعا لو ثعبان سام ممكن يخترق الجوانتي هذا ويوصل السم. أنياب الثعابين السامة كبيرة، بيوصل بعضها إلى 4 سنتي، 4 سنتي تقريبا المقاس هذا، فالجوانتي ما حيمنع الحكاية هذه. لكن احنا بنتكلم على الثعابين العادية غير السامة، انها ممكن تعض وممكن تأذي، فعشان نتعامل معها لازم نحتاط ولازم يكون عندنا خلفية ايش بنسوي بالضبط. طبعا شايفين الثعبان بيحاول يعض، الثعبان ما بيعض عشان يأذيني، الثعبان بيعض عشان يدافع عن نفسه عشان يبعد. لو سبنا الثعبان ده في الارض على طول حيدور على اي مهرب ويشرب منه. هو بيحاول يعض، بيحاول يأذي كطريقة من طرق الدفاع عن النفس اللي تكلمنا عنها في طرق الدفاع عن النفس. اي ثعبان سام غير سام بيعض بيأذي حتى لو ما في سم. لو شايفين حركة اللسان، حركة اللسان هذه بيستخدمها عشان يعرف ايش الحاجة اللي امامه، عشان يحلل البيئة اللي هو فيها الان. طبعا بيكون في جحره في مخبأه لما بيكون نايم ما بيستخدم اللسان، وحنتكلم ان شاء الله في حلقة عن اللسان، حنشرح بالضبط ايش وظيفة اللسان. لكن نرجع نقول انه الثعبان حتى لو كان غير سام ممكن يعض ممكن يأذي، فعشان نتعامل معه لازم نتعامل معه بكل حرص بكل حذر. في بعض الثعابين السامة ممكن تعضنا لكن ما تدخل السم لأنه أنيابها خلفية، وتكلمنا في حلقة خاصة عن الأنياب. فعشان نتعامل مع الثعبان ده، أي ثعبان عموما خطورته تكمن في منطقة الرأس، يعني ممكن نقول 80-90% من الثعابين خطورتها في منطقة الرأس. فلو أتعاملنا مع المنطقة هذه بكل علم بكل حساب بكل دقة، هنلاقي ان خطورة الثعبان انتهت بالضبط بالطريقة هذه. طبعا الثعابين كلها سامة او غير سامة بتحاول تتخلص من اي حاجة غريبة بالنسبة لها بتضايقها. الثعبان هذا ثعبان من الثعابين السامة لكن سمه خفيف ما يقتل الانسان، لكن لو تعاملنا معه بالشكل هذا بالضبط، مسكنا الرأس بالطريقة هذه، انتهت خطورته، انتهت المشكلة اللي ممكن تأذينا. الأذى كله أو 80% من الأذى في منطقة الفم اللي هي فيها الأسنان والأنياب. طبعا الجسم لأنه ثعبان صغير ما يقدر يأثر علينا، فلما نمسكه ما يكون في أي إشكالية لأنه ممكن نتعامل معه بالشكل هذا.
الثعابين الكبيرة أو العاصرة الضخمة اللي بيوصل طولها أكثر من 3 أو 4 أمتار صعب إنه نتعامل معاها بالطريقة هذه. ليش؟ لأنه ممكن تلف على الجزء اللي تتعامل معه وتسبب إعاقة في الحركة، ممكن تعض لو ما انتبهنا للرأس لأنه رأس الثعابين بيكون كبير، فبالتالي تسبب لنا مشكلة في التعامل أو التصرف، ممكن ندخل في توتر أو قلق لأنه الثعبان لف على الجزء اللي ماسكه. كل نوع من الثعابين له طريقة خاصة نتعامل بها. يعني الثعبان العادي نمسكه بالطريقة هذه، الصلال اللي هي الكوبرا، ثعبان المرجان، المامبا برضو نمسكها بالطريقة هذه، لأنه زي ما قلت الأنياب موجودة في الفم، فبالتالي عشان نتلافى إنه تعضنا أو تلدغنا عشان نتلافى الحكاية هذه نتعامل معها بالطريقة هذه. الحيات أو الأفاعي بيكون رأسها دائري، بنمسكها من الجنب بالطريقة هذه بالضبط، يعني تكون المسكة مسكة جانبية عشان برضو نتلافى حكاية الأنياب. مو كل ثعبان نمسكه بإيدنا، طبعا ما حد يمسك ثعبان، نصيحة لوجه الله تعالى لا حد يمسك ثعبان إلا لو كان محترف، لو كان خبير، لو كان عنده إمكانية إنه يتعامل معها وعارف بالضبط مع إيش بتعامل. مو كل ثعبان يتمسك باليد، في الثعبان الأسود أو الذئب الأسود أو الأبتر، الثعبان ما يتمسك باليد نهائيا لأنه حجم رأسه صغير جدا وأنيابه مقلوبة زي ما تكلمنا في حلقة الأنياب، ما نتعامل معه باليد. في ملاقط خاصة للتعامل بالثعابين، في أدوات ووسائل كثير جدا عشان نتعامل معها من بعيد. الثعابين معظمها لو تعاملنا معها بحرص وحساب ما بتأذينا حتى لو كانت سامة. يعني الثعبان ده لو تعاملنا معه بشوية حساب ما خلناه يشعر بتوتر هنلاقي انه بدأ يهدى، ما يهاجم، ما يأذي. طبعا الحكاية هذه مهمة جدا ولازم نعرفها، لو تعاملنا مع الحاجة بهدوء بخبرة بمعرفة حيكون ضررها قليل جدا او يكاد يكون معدوم. بنشوف ناس بتعاملوا مع الثعابين السامة بكل تلقائية، بكل بساطة، بكل لا مبالاة. الحكاية هذه غلط، الحكاية هذه قاتلة، الحكاية دي لازم نفكر فيها. ما نتعامل مع الثعابين إلا بكل حرص، بكل حذر، حتى لو كان الثعبان ده سام. أرجع أقول بنشوف ناس بتعاملوا مع الثعابين السامة والخطرة والقاتلة بكل بساطة. الموضوع هذا لازم نوقف ونفكر فيه. ممكن نتعامل مع الثعابين، بس نتعامل معها حسب نوعها، حسب خطورتها، حسب درجة سميتها. هذه الكوبرا العربية اللي هي ناجا هاجا أرابيكوس، نوع من أنواع الكوبرا اللي ممكن لو عضت شخص يموت خلال بضع ساعات، ممكن الشخص يموت. طبعا الوفاة بتعتمد على أشياء كثير جدا وحنتكلم عنها في عضة الثعبان السام. يمكن تستغربوا كيف الكوبرا جالسة ما بتعض ما بتأذي. احنا عشان نوري الناس انه بيصير فيه تحايل، الكوبرا هذه فمها مخيطين فمها، ما تقدر تعض، ما تقدر تأذي، لكنها كوبرا وحية وعايشة ما فيها اي حاجة غير طبيعية. طبعا شايفين حجمها كبير جدا مقارنة بالثعابين الاخرى. الكوبرا هذه موجودة
في عدة مناطق وحنتكلم عنها في موضوع بيئة الثعابين. أرجع أكد لا حد يتعامل مع أي حاجة إلا لما يعرف ويقدر قيمة الحاجة اللي أمامه. هذه غلطة بسيطة ممكن تبطل، ممكن تسبب الوفاة خلال بضع ساعات. فرجاء رجاء رجاء انتبهوا، وخصوصا الناس اللي بيجيبوا الثعابين وبدوها للأطفال وبيخلوهم يلعبوا بها. في النهاية حابب أوجه نصيحة: لما نتعامل مع أي حاجة، ثعبان أو غير ثعبان، أي شيء ممكن يسبب لنا خطورة، حتى الأشياء اللي إحنا عايشين في وسطها، الكهرباء، النار، أي حاجة، لازم يكون عندنا معرفة خلفية، لأنه أي حاجة من الحاجات هذه لو اتعاملنا معها بعشوائية بتلقائية ببساطة ممكن تسبب لنا أضرار كثير. ربنا إن شاء الله يبعد عننا وعنكم كل الأضرار وكل الشرور. أتمنى لكم السلامة. تحياتي. أعزائي متابعين اليوتيوب، لو أعجبتكم الحلقة وحابين تتابعوني على قناتي ويوصلكم كل جديد، الرجاء الضغط على زر سبسكرايب. تحياتي.